لسه مكملين كلامنا وموضوع مهم هنتكلم فيه. كلمة انتشرت في الفترة الأخيرة في مصر، الحقيقة هي موجودة بقالها كتير لكنها انتشرت في فترة حكم الإخوان، مشروع الإسلام السياسي. كلمة أو سلعة أصبحت غير مرغوبة، أصبحت مكروهة في الشارع المصري. خلط السياسة بالدين، الناس بقت حاسة أن الموضوع مش في مكانه، أنك تدخل الدين في السياسة بتتلعب غلط في مصر أو في المجتمعات العربية بشكل عام، بتتلعب غلط. خلينا نتكلم فيها اكتر ونشوف كده الموضوع ده واصل لحد فين. استاذ هشام عبد العزيز، خبير في الحركات الاسلاميه ورئيس حزب الاصلاح والنهضه، منورني يا فندم، صباح الخير. اهلا وسهلا استاذ هشام. مفهوم مشروع الاسلام السياسي ايه اصلا، وليه تم تحريفه، وليه تم بيعه للشعب المصري او للمواطن المصري بشكل غلط خلاه حاجه مكروهه او سلعه غير مرغوب فيها؟ هو المشروع الإسلامي السياسي باختصار هو كان فيه رؤية بتقول إن هو بعد سقوط الخلافة العثمانية إنه أصبح اللي بيتولى مقاليد الحكم في البلاد الإسلامية هي نخبة علمانية متغربة، يعني جاية من بره وجايبة الأفكار العلمانية اللي جاية من بره، وبدأت هي تخلي المجتمع عايزة تفرض على المجتمع كله العلمانية دي. فمن هنا نشأت بقى حركة الإسلام السياسي اللي مؤسسها حسن البنا رحمه الله. فبدأ هو يقول عشان نصلح الواقع اللي موجود ده، إن احنا بالنسبة لنا لازم نشيل النخبة العلمانية اللي موجودة دي، وخصوصا اللي موجودة في الحكم اللي هي معاها أدوات التأثير سواء الإعلامي أو الاقتصادي أو السياسي. فمن هنا بدأ يفكر احنا عشان نحل المشكلة دي نعمل ايه. فقرر ان هو بالنسبة له عمل يعمل جماعة. تمام. الجماعة دي يعمل لها عزلة شعورية تبعد بعيد عن المجتمع اللي هو شايفه ان هو علماني وان هو فاسد وان هو متغرب، يبدا يحاول يربي الناس اللي موجوده في المجتمع ده تربيه من وجهه نظره ان هي اسلاميه صفر. وبعدين الجماعه دي تكبر، ولما تكبر ويكون ليها رصيد شعبي كبير تبدا بقى تاخد موقف من المجتمع وتفهمه ان هو ده بقى شكل الاسلام الصح في مقابل الاسلام الثاني الغلط. فبيبقى قدامها حاجه من حاجتين، يا اما هي بقى تواجه الفرقه الثانيه في المجتمع وعلى راسها الحكومه او الحكام او النخبه مواجهه مباشره عسكريه زي الحركات اللي هي حركات العنف، او هي تصل للسلطه بالصوره السلميه عبر الوصول عن صندوق الانتخابات وتبدا تفرض مشروعها بقى اللي هي في وجهه نظرها ان هو تم تنحيته بالقوه في وقت معين. فطبعا هو ده مشروع الاسلام السياسي. عمل طبعا كميه من المشاكل كبيره جدا، لان هو فرض النظريه دي ان هو فيها اخطاء كبيره جدا في الفرضيات. ان هو بالنسبه له معتبر ان المجتمع بالاصل هو علماني او متغرب، او ان النخبه الحاكمه دي في مجملها كده كلها بتكره الدين وبتعادي الدين. فهو باني على اساس تميز وصراع، فهو عنده حتميه الصراع، يعني هو ينتهي مشروع الاسلام السياسي لازم فيه صراع وجهه نظره ان في حق وباطل. حلو. وهو بقى جايب مستحضر ادبيات بقى اللي هي موجوده بقى في المرحله القديمه المكيه. فهو هيحصل ابتلاء، والناس اهل الحق دول هيجوا الناس التانيين الاهل الباطل يعذبوهم او ان هم يضطهدوهم او كذا، وده الطبيعي. بس في الاخر هم اهل بقى الحق اللي هم المجتمع التاني بقى ده هينتصر في النهايه وهنشر الخير والحق. طيب، يعني هو على الورق مفهوم مقبول جدا، لكن هو ما بيتنفذش صح. يبقى كده الايد اللي بتنفذ الموضوع ده ما بتنفذوش لاهداف نبيله او يعني لاهداف حقيقيه. خلينا نقول انه بما انه المؤسس هو حسن البنا، وهو كان بيستخدم الجماعه اللي اسسها عشان الموضوع ده اللي هي جماعه الاخوان، استخدمها غلط، كره الناس فيها. بمعنى انه الموضوع كان ممكن يبقى احسن لو حد تاني تولى القصه دي، صح كده؟ لا، هو الموضوع كله برمته هي الفلسفه بتاعته، هي فلسفه خاطئه. ليه؟ لان انت مفترض فرضيات ان هو موجود، ان انت بالنسبه لك ان اصل الفرضيه نفسها ان المجتمع ده علماني ومتغرب، هو مجتمع متدين بطبعه. جميل. فاصل نظريه البنا في انشاء مجتمع بديل، او ان انت في النهايه تعمل مجتمع جوه المجتمع، او دوله جوه الدوله، هي اصل دوله بتقاليد اسلاميه. و فانت مفترض ان الدوله اللي انت فيها مش اسلاميه، وهتعمل مجتمع باني اساسا ان هو كاره الناس اللي بره ومتميز عنهم، وبيشعر بقدر من الاستعلاء على الناس دي. فهو نفسه مشروع الاسلام السياسي هو مشروع فيه وهم،
هو في فرق بان انت بالنسبه لك انت بتقول المجتمع في حاجه ان انت تنشر تقاليد يعني اكتر يبقى في قيم الاسلام موجوده وخصوصا الجزء الحضاري. ايوه انا قصدي هنا بقى النقطه دي يعني لو كان الموضوع اتعمل من الاول خالص على فكره ان انا هوعي الناس هنشر اكتر بس التقاليد الاسلاميه الصحيحه من غير ما اكره الناس في في فيا ك يعني حد بيخلط السياسه بالدين ودي حاجه مرفوضه جدا عبر التاريخ يعني. لكن انا بتكلم على انه لو اخذنا النقط الايجابيه في فكره ان انا اوعي الناس بشكل برضو معتدل فمفيش مشكله في ده. لا مفيش مشكله خالص. ده بالعكس ده يعني يحبذ يحبذ. ما هو ده اللي طرحه محمد عبده ورشيد رضا قبل كده جمال الدين الافغاني والكواكب ان هو كان في حركه اصلاحيه دينيه بس ما كانتش بتقول لك اعمل تنظيم اعتبر ان ما كانتش بتخلط السياسه بالدين. ايوه او ان انت هي كان المشكله فين ان انت بتعمل مجتمع بتميز جوه المجتمع بالظبط فكان الناس دي عايشه ليها تقاليد مغلقه في تنظيم مغلق بتفكر بطريقه معينه عن بمعزل عن المجتمع في حين الطرح اللي طرحه مثلا محمد عبده بيقول ان الامه المصريه كلها في حاجه ان هي تلتزم بقيمين الغرب تقدم جدا في الحضاره الماديه فما نستفيدش منه ليه واحنا عندنا قيم اسلاميه اصيله جميله لو ركبنا فككنا ده الحضاره الغربيه وحطيناها على القيم بتاعتنا هنعمل اعظم حضاره في الدنيا بس ده مش محتاج تنظيمات مغلقه ومش محتاجه دهاليز ومش محتاجه كهنوت ومش محتاجه ان انت تتاجر بالدين ولذلك هو خلط التنظيمات اللي زي كده بالنسبه لها عنده ان هو الوصول للسلطه او ابراز هذا الموضوع هو ده يعتبر حاجه مهمه واستراتيجيه في سبيلها ممكن بقى نعمل براجماتيه لاقصى درجه ماشي. ممكن في سبيلها ممكن نستخدم جزء من الاحتكاك في المجتمع ممكن نستخدم جزء من الاحتكاك بالسلطه ولذلك في تاريخه هتحس ان هو بالنسبه له في مساره في تعثر يعني مش معقول في خلال 80 سنه بنعيد نفس الاخطاء صح بدليل ان انا تنظيم ده حاسس ان هو بالنسبه له عايز يقفز على السلطه بعد كده بالنسبه له مع استخدام الدين في السياسه يدخل هو يصارع سياسيا بعد ما يصارع سياسيا ويفشل فالسياسه ليها قواعد طبعا فانت لو انت في السياسه انت خبطتني فانا همخبطك بعد كده يقول انت انا خبطك سياسيا عشان انت فاشل او ليك اهداف مستفقه معايا كمان شويه يقول لك ده انت ضربت الايه ضربت الدين اللي متمثل فيه بالظبط طب احنا ما اتخانقناش على الاسلام خالص. يعني مثلا زي اللي حصل في 30/6 يعني احنا في 30/6 دلوقتي ده رئيس مدني جاي في النهايه الناس توسمت فيه ان هو مع الطرح الاسلامي اللي هو اللي موجود هنيجي احنا بنقول هنيجي هيبقى في عداله اجتماعيه الناس دي اكتر ناس بتحس بالناس الناس دي ما بتسرقش بيحسوا بالغلابه وبتوع ربنا بالغلابة وطلع كل ده اي كلام ماشي فوجئنا بقى الكلام اللي بيحصل مش كده ماشي. ان انت رايح في النهايه ان انت هتأخون الدوله يعني انت في النهايه ان هنعمل نفس المشكله تاني اللي كان بيعملها الحزب الوطني طب ده ما هو نفس الكلام ما شفناش تغير في مدار السنه في اي حاجه في حياه المواطن العاديه مفيش جزء في الاقتصاد مفيش التعليم مفيش الصحه بل بقى مفيش الشكل الديني يعني هو انت المفروض انك متدين في اتساق في القيم صح بتطرح طرح اللي انت بتطرحه ده الناس تشوفه منك ان انت عمرك ما بتكذب صح كلمه واحده اخلاقيات بقى يعني الموضوع هنا اخلاقي اكتر بقى كمان ما لقيناش ولا جزء ولا الجزء الاخلاقي ولا ظهر الجزء الديني صح. وفي نفس الوقت فشل كرجال دوله انك تدير الدوله صح. من هنا بقى الناس هي في النهايه خرجت على الكلام ده هو باعتبارك ان انت مش الاسلام ده هي جابتك على اساس ان انت الاسلام متوسمه في الخير فده خروج سياسي فشل سياسي هو لما فشل سياسي فوجئنا ان الحوار في اللي موجود في رابعه ان هو تم اسقاطه الناس اللي نزلت في الشارع دي الملايين دي نزلت على اساس ان هو اسقطته عشان هو كان بيطالب بالاسلام وهو مش عايزين الاسلام رغم ان هو الناس جابتك عشان كانت متوسمه فيك الاسلام بس لما لقت ان انت مش بتمثل اسلام تمثيل صحيح ولا انت في النهايه تحقق لها حاجه في حياتها وفي الدنيا اللي هي عايشه فيها فقررت ان هي تقول لك خطوره بقى النوعيه دي من الكلام ان هو في النهايه هيعمل يعني بقى في قدر من الاحتراب الاهلي على وهم هذا الوهم مش موجود في حقيقه الامر يعني هل احنا فعلا في صراع ديني في مصر بين العلمانيه والاسلام هذا الكلام غير صحيح خالص لان هو لما جينا نشوف مثلا موضوع الدستور لما هما ما كانوش موجودين وكان السلفيين ممثلين بنسبه بسيطه جدا وسابوا الدستور يعتبر اللي قام بيه الكنيسه على اعلى مستوى عمرو موسى يعني هو محسوب على الليبراليين والعلمانيين واللي هم بيسموهم يعني غلاة العلمانيين كانوا موجودين في اللجنه التاسيسيه عملوا ايه لما طلعوا في الدستور هم من اول الثوره صراع رهيب عبثي على الهويه وكان بيحسسك ان في النهايه لو هم الاسلاميين او الاخوان مش موجودين هيحصل ايه البلد هتبقى البلد هتروح في داهيه وكفر وحاجات كتير هتروح هم سابوا لهم الكلام عملوا ايه الناس اللي موجوده دي عشان دي ناس عاقله وفاهمه في السياسه كويس هم من نفسهم وزنوا الامور حطوا الماده الثانيه لدرجه ان هو بعد كده حزب النور نفسه قال لك ان في النهايه ايه ده هذا
يعني انا وصلت للدستور، يعني انا ما كانش يحلم ان هو يوصل لحاجه يعني بالمستوى ده، بالمستوى ده. ومين اللي حاططه له؟ هو في العلمانيين المفروض من وجهه العلمانيين والاقباط. اه يبقى انت في النهايه احنا كنا متخانق على ايه؟ ده اصبح القضيه اللي احنا عاملين عليها الموضوع ده كله، ده ثابت من الثوابت المصريه الغير قابل للنقاش. امال احنا من 80 سنه كنا بنتخانق على ايه؟ طيب بذكر السلفيين، نادر بكار من فتره كده قال تصريح بانه مشروع الاسلام السياسي ما ينفعش يطرح دلوقتي على الناس، لازم نستنى على الاقل 4-5 سنين لحد ما الناس تهدى وتنسى وحاجات كده. هل ده فعلا فكره مؤجله ولا خلاص الموضوع اتحرق كارت واتحرق؟ لا انا بالنسبه لي في تصوري ان هو الموضوع ده خلص، يعني كارت واتحرق. الكلام في الموضوع ده دلوقتي بعد الدستور اللي هو هم كانوا بيقولوا في دستور 81 ان هو السادات فرض ماده الماده الثانيه وان هو الشعب ما كانش عايزها، والعلمانيين مش عايزينها، والمسيحيين مش عايزينها. فايه اللي حصل في دستور 2014؟ ان اصبحت ان هي الماده دي ماده وضعت باجماع شعبي. بالظبط. طب احنا بنتكلم فيه خلاص، واحنا دلوقتي ده بقت هويه الشعب المصري. فانت ما زيتش عليا فيها. صح. احنا كلنا اخترناها واخترناها ب 98%. جميل. يبقى احنا المفروض من بعد هذه النقطه ننطلق. فعندنا حاجتين، نروح ننمي المجتمع بتاعنا، ولو انت شايف ان في خلل في القيم الاسلاميه زيها زي عشرات الاشياء اللي فيها خلل، نروح نصلحها بس. ماشي. انما مش محتاجين بقى مشاريع ليها تفصيل مش فاهم المصريين، او حاجات غريبه احنا مش فاهمينها. احنا نفهم كلمتين، لو في محتاجين اصلاح ديني نروح نصلح الدين، ورجال الدين بس، ما يبقوش رجال دين في سياسه. في ما تدخلش بقى الكلام. انت هتكلمني على قيم؟ انت في انما احنا كلنا في مصر خلاص بعد الدستور. احنا كلنا خلاص بقينا متدينين بقى. احنا كده مصريين كلنا وافقنا على الكلام ده. ماشي. نروح نعمل ايه بقى؟ نروح نعمل نهضه ونشتغل بقى حضاره ونبني البلد، وفي النهايه رجال الدين يقعدوا يقولوا لنا المفروض قيم الاسلام الجميله، ونسعى كلنا ان احنا نخليها في المجتمع. حلو. عدل. طيب يعني المفهوم ده اصبح ملغي في قاموس البلد دي، ولا المفروض انه كان يبقى في حد متولي المشروع ده بيتقي ربنا بجد فبيعمله كويس؟ يعني هل سياسيا في حاجه اسمها مشروع الاسلام السياسي ممكن تطبق في اي بلد مش شرط مصر، اكس من البلاد ممكن يطبق فيها المشروع ده؟ يعني رفعت هطاوي كان ليه كلمه قال انا وجدت في فرنسا اسلام بلا مسلمين، ووجدت في منطقتنا مسلمين بلا اسلام. عندنا حد او يعني جهه ما ممكن توعي الناس بان احنا يبقى عندنا اسلام وعندنا مسلمين، فيبقى عندنا حضاره وسياسه واقتصاد كل حاجه قايمه دنيويا ودينيا كمان. عندنا ما هو المفروض ان رجال الدين عندنا الحمد لله يعني ما اكثرهم وما افضلهم وكل حاجه. انت محتاج عشان تعمل الكلام ده كله مكان عمله محمد عبده وجي بعد كده رشيد رضا والناس اللي موجودين والازهر طول عمره. هل انت محتاج عشان تعمل الكلام ده كله جماعات خالص وتنظيمات مغلقه وتفصل المجتمع وعنف وان انت بالنسبه لك تمايز واستعلاء، ولا اللي انت محتاجه ان انت بالنسبه لك ان المجتمع كله اساسا راضي بالكلام ده كله، واحنا كمصريين سواء مسلمين او مسيحيين قضيه الدين دي قضيه محوريه. فانا بالنسبه لي انا محتاج طرح ديني مش محتاج طرح سياسي. انا محتاج طرح اجتماعي. طرح اجتماعي ليه مواصفات، والدين ده جزء اساسي منه عشان احنا مصريين. يعني انت مش معنى اسقاط نظريه الاسلام السياسي ان انت بتقول انا بفصل الدين عن المجتمع. لا ملهاش علاقه، ملهاش علاقه. انا بالعكس انا بفصل الدين عن السياسه بس عن المجتمع لا. الاستخدام السيء للدين في السياسه. بالزبط. اللي هو بالزبط. ظهر بقى من اول 25 يناير لحد دلوقتي. صح ده حقيقي. فلقينا مجموعه من الممارسات، انت المفروض المفترض ان دي ممارسات اللي كان اصحابها بيقولوا احنا هنمثل الجزء الملائكي، الجزء بقى لعيد الايام الاولى، الخلافه الراشده. فوجدنا ولا اي حاجه من الخلافه الراشده. اتفرج مثلا خلافه عمر والتوسع والحضاره والاستفاده من حضاره الفرس والروم والعدل، حريه، كرامه انسانيه. فوجئنا من ممارسات هو مش فاهم النموذج الاولاني طبعا، ومش عارف يطبقها على الاجتماع المصري. فبالتالي ده ما يعتبرش مشروع. لانه اثبت في خلال ال 80 سنه اللي فاتوا دول ان احنا عمالين نتخانق، وكل شويه نيجي موجه وموجه تيجي بعديها موجه ارهاب، موجه ممارسات مش سليمه. فاصبح كده انا في وجهه نظري ان هو المشروع ده وهم وسقط. طب استاذ هشام اخيرا، يعني الاخوان خلاص الشعب المصري علم انه دول خلاص تمام، السلفيين دورهم ايه في الفتره اللي جايه؟ هل اتعلموا من الدرس؟ هل ما بيتمتعوش بالخبره الكافيه ان هم يدخلوا برضو في الحياه السياسيه، فيكفي انه دول يكونوا في مكانهم الطبيعي في الجوامع وفي اي مكان تاني يكلموني في الدين بس، ولا لسه الموضوع هم برضو في الطمع بتاع انه ليه لا انا ادخل في الحياه السياسيه واتكلم بالدين برضو والناس متقبليني نوعا ما عن الاخوان
فالموضوع هنا عامل ازاي؟ لا هو دلوقتي المفروض ان هو السلفيين ابدوا قطعوا نص المشوار. نص المشوار ان هم بالنسبه لهم ان هم كاتجاه وطني هم في النهايه لما الدنيا اتقسمت هم انحازوا لخيارات الشعب الوطني. حلو. ولكن باقي النص الثاني بقى اللي فيه المشكله. فهو انت بالنسبه لك حلت لي مشكله ان انت اتجاه وطني. انما فاضل نص المشكله ثاني. لو الاسلام السياسي بنفس الطريقه وانت هتيجي تقول لي بس انا في النهايه اذكى في التعامل ومش هحتك مع المجتمع احتكاكات عنيفه وهاجي مثلا بعد 10 15 سنه مش عارف اعمل ايه، احنا غلطنا نفس الغلطه. لا احنا خلاص انت بالنسبه لك انت اللي حاطط الدستور. حلو. وموافق عليه. حلو. يبقى انت ما تجيش تقول لي ان في حاجه انا رايح اعمل مشروع ثاني هغير بيه شكل الدوله. ولكن هي الدوله قائمه اهي، ولكن هي تقول لي الدوله في حاجه لمزيد من الاخلاق. تمام ماشي. محتاجه ان احنا اكثر نبقى اكثر تدينا، كلام جميل، انما مشروع اسلام سياسي تاني مفيش. هتسقط في نفس الخطا اللي انت سقطت فيه. الناس اخيرا اخر سؤال عشان وقتي بس خلص، الناس متقبله اي حد بيتكلم باسم الدين اما يدخل في السياسه ولا خلاص الاخوان قضوا على الفكره دي؟ لا مفيش حد يتكلم باسم الدين في السياسه، مفيش. يعني السلفيين لو لعبوها كده يبقى بيقضوا على نفسهم. بيقضوا على نفسهم. الكلام ان المفروض ان انت بالنسبه لك اللي هو اللي موجود دلوقتي اللي عايز يتكلم في السياسه هو يبقى متدين في نفسه، يورينا بقى قيم التدين اللي هي اللي موجوده فيه من خلال ممارساته السياسيه، صدق، عدل، ياخد باله من المجتمع، يحنوا عليه، يشوف الناس الغلابه، افعال. يعني اشوف افعال. انا عايز اشوف انت بتقول انا راجل متدين، ارى ذلك بتصرفاتك، ما تقعدش تعمل لي تفصل لي المجتمع او تحسسني ان في دوله مسلمين ودوله كفار. لا ده مجتمع احنا عايزينه متماسك، مجتمع قوي، كل الناس اللي عايشه فيه بتحب بعضيها، واحنا نشجع الناس المتدينه بحاجه جميلة. جميل. بس ما تقوليش بقى ده في النهايه يديك ميزه عني. صح. في قصه انت بتتكلم بقى باسم الحق الالهي او ان انت بالنسبه لك انت معاك الحقيقه المطلقه او الى ذلك. استاذ هشام عبد العزيز خبير في الحركات الاسلاميه ورئيس حزب الاصلاح والنهضه، انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا النهارده، نورتنا يا فندم. شاكر لك جدا. بعد الفاصل لسه مكملين، عندنا فقرات كتير، خليكم معانا.